وحول استمرار صراع الأحزاب على السلطة والرهان على تعطيل جلسة البرلمان القادمة لاختيار رئيس الجمهورية الذي سيكلف الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الكاتب والباحث السياسي حسين العليان. أهلا بك سيد حسين. يعني بداية، لا يزال الإطار التنسيقي سارع الوقت من أجل تجميع أصوات المستقلين في البرلمان حتى يفشل جلسة السبت القادمة التي ستسمي الحكومة ورئيس الجمهورية. بداية سيد حسين، هل يستطيع الإطار التنسيقي تحقيق هدفه من ذلك؟ يعني قبل الدخول في الإجابة على هذا السؤال المباشر، يعني طالما تحدثنا أن النظام السياسي في العراق نظام هجين مركب عجيب يلد الأزمات من داخله، وأزمة تخلق أزمة، وبالتالي هذا النظام من الصعب أنه ما طول قائم على هاي الصيغ من المحاصصة والتقسيمات بكل أشكالها، من الصعب أن يوصل إلى نظام سياسي مستقر في البلد، وسيبقى البلد يتأرجح بين كتل المحاصصة الطائفية والمذهبية وحصص الفاسدين. السؤال إذا يعني إذا نجح التحالف الإطار التنسيقي في أنه يعطل البرلمان، سنعود إلى النموذج اللبناني. حتى نشرة أخباركم تتحدث بصيغة كأن أسمع أخبار عن لبنان، الثلث المعطل والثلث الضامن والثلث الوسلتين. يعني هذه الصيغ كأننا لبنان العراق من جديد، يعني عملنا العراق لبنان جديد. وبالتالي هذا النظام القائم في بغداد اليوم يعني لن يكون بمقدوره معالجة الأزمات. فيما يتعلق بأنه إذا نجح الإطار التنسيقي في تعطيل، فسيبقى البلد يتأرجح في ظل الغياب السياسي، والمواطن يتحمل يعني أوزار هذا النظام السياسي إلى أن يتم توافق يعني دولي إقليمي على هذا الموضوع. يعني كل من في المشهد السياسي في العراق هم عبارة عن أراجوزات وممثلين لجهات يأتمروا بأمرها، يعطل يبلغوا بالتعطيل فيعطلوا، يبلغوا بالتنفيذ فينفذوا. نعم سيد حسين، هناك أنباء عن إصابة عدد من النواب المستقلين بوعكة صحية مفاجئة قبل ساعات من جلسة انتخاب رئيس الجمهورية. السؤال هنا، هل يمكن الربط بين محاولات الإطار التنسيقي إفشال الجلسة وبين هذه الأنباء التي تتحدث عن مرض بعض النواب؟ يعني هم مش يعني البعض، أنت تعرف سوق البرلمان سوق للبازار وللمزايدات، اللي بيدفع أكثر هو اللي بيحصل على الكتلة الأكبر، اللي بيدفع أكثر هو بيشتري نواب أكثر، اللي بيدفع أكثر هو بيحصل على تصويت أكثر. اليوم العراق لا يمكن أن تطبق عليه قواعد العمل السياسي المهني المحترف الوطني. يعني هو نظام يحتكم للفساد ونخب من الفساد والفاسدين، وهذا يروق للإقليم ويروق للدولة ويروق لكل أحد لا يريد للعراق الخير. فالتحجج بالغياب بالمرض انه يجيهم، يمكن يجيهم كلهم كورونا ان شاء الله ويغيبوا فد مره. الموضوع الاطار التنسيقي بدون المستقلين لا يستطيع ان يجمع الثلث المعطل، وبالتالي ستبدا المعركه على شراء المستقلين. وهذا مزيد من الإفساد للاعضاء البرلمان، ومزيد من إفساد الحياه السياسيه، ومزيد من تخريب البلد. بالتوازي مع ذلك، الإطار التنسيقي يهدد باللجوء إلى خيارات أخرى إذا شكلت الحكومة دون مشاركته فيها. السؤال هنا، ما الخيارات المتاحة أمام الإطار التنسيقي التي يهدد بها؟ يعني الإطار التنسيقي يعني يعتمد على السلاح المنفلت وعلى بعض الميليشيات. وهذا لن يكون بمقدوره أن يفعل شيئا دون أن يحصل على ضوء أخطر من الإقليم أو من القوى الداعمة في الخارج. وبالتالي إذا ما حصل هذا الصدام، فلا قدر الله فالعراقيين رايحين لمزيد من الدماء ومزيد من الصدام في الشارع، قد يفضي إلى شبه حرب أهلية. ويعني نحن نعول على وعي العراقيين وعدم اهتمامهم. كل إذا تابعت الانتخابات الأخيرة، يعني اللي شارك في الانتخابات هم أقل من 20% من الشعب العراقي، يعني 80% من الشعب العراقي يتفرج على الانتخابات وعلى ما يدور في بلده، والفئة التي تحكم هي لا تتجاوز 3-4% كل العاملين في النظام السياسي العراقي، وهم يتحكمون بمستقبل الناس والبلد، والناس في حالة ترقب وانتظار وتخدير، تارة باسم الدين، تارة باسم الطائفة، تارة باسم الفساد.
طيب إلى أي مدى تعتقد سيد حسين بأن الأطراف الفاعلة في المشهد العراقي مثل أمريكا والغرب ستسمح بإفشال تشكيل الحكومة وتعطيل المسار السياسي الذي صنع على أعينهم كما تعلم؟ يعني المشهد الدولي الآن مركب وما مهتم كثير في موضوع العراق، واليوم كل الاهتمام منصب على روسيا وأوكرانيا، وبالتالي يعني الولايات المتحدة في وضع يصعب عليها الدخول في صدامات داخل العراق. اليوم هم يريدون توافقات أكثر من الصدام، وأنت تشاهد أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ترغب اليوم في توقيع اتفاق مع إيران، يعني في محاولة للاستقطاب الإيراني، لتحييد الإيراني إلى آخره من هذا الموضوع. اليوم الجوار الإيراني في حالة يعني في حالة نظام يميل لحسابه سواء في العراق أو في غير العراق بسبب هذا الانشغال الدولي، وسبب هذا العالم اللي يعني مفتوح على كل الاحتمالات يعني. وبالتالي عملية التسويات في المنطقة صارت مطلب أكثر منها، يعني أكثر من الرغبة في الذهاب إلى مواجهات. من عمان كنت معنا عبر الهاتف الكاتب والباحث السياسي حسين العليان، شكرا جزيلا لك.